جمال العمر. عبد الحميد جيشي اسف دكتور. شكرا جمال العمر. شكرا الاخ الرئيس عزلك عن دورك، وكذلك الشكر موصول لاخوي احمد لاري وكذلك الدكتور خليل نازلهم عن دوره واحتفاظهم بدوري. الاخ الرئيس، من اسباب تقديم هذا الطلب صراحه اهميه هذا الموضوع، لانه هو المصدر الوحيد لدخل اهل الكويت. يعني كل اهل الكويت اليوم يبون يعرفون المصدر الوحيد لهم شنو مستقبله وشنو انعكاساته في ظل هذه الاسواق. هذا حقيقه، لذلك تلاقي تاثيراته على مستوى البورصه مثل ما تفضل الاخ وزير الماليه، وكذلك اليوم كلهم خايفين على الامتيازات، على الرواتب، على مستقبل التنميه، وهذا طبعا الهدف من هذه الجلسه. لذلك انا عندي في يعني هذا الوقت القصير، الحكومه الان احنا امام محك وامام سياسه واستراتيجيه، وانا احب اشكر طبعا عيالنا اهل الكويت، القيادات النفطيه الصراحه اللي الواحد يفتخر فيهم على طيب، وكذلك على شرحهم اللي تفضلوا فيه. لكن انا اعتقد اليوم احنا الكويت اصغر من هذه، يعني حجم هذه المشكله، حجم المشكله اليوم احنا لو بنشوف انتاجنا بالنسبه حق الانتاج العالمي ما ممثل من 2.5 الى 3% من هذا الانتاج، لذلك تاثيرنا احنا محدود جدا. احنا يمكن تحديدنا راح يكون وفق منظمه الاوبك، واللي يقود هذه المنظمه السعوديه بحكم انتاجها. الان المشكله تقع، فرض علينا هذا الوضع، وهذا الوضع اللي فرض علينا مع الاسف حتى سياسه الضغط على الاسعار لاسباب سياسيه، انا اعتقد انها اسباب سياسيه. يعني يمكن يكون فيها جانب سياسي كثير، الاخوان يتكلمون عن النفط الصخري، والاخوان يتكلمون عن قضايا سياسيه مثلا في روسيا او في سوريا او. لذلك احنا في الكويت صراحه المفروض نوجد بدائل، نوجد هذه اللعبه العالميه من خلال تصدير النفط الخام. اليوم احنا ايراداتنا بس بهذا المصدر لما نقارن نفسنا بالدول الاخرى، يجب ايجاد استراتيجيه. من الاسف الى اللحظه هذه من قبل اكثر من نصف قرن، وما زال مع الاسف اقتصادنا يعتمد على تصدير النفط. وحتى مستوى الانتاج، نتكلم اليوم الاخ الوزير اللي كان، يعني انا اتمنى ان الاخوان من جانب فني عرقلتهم من جانب تاريخيا، واخر مثال شوف موضوع الداو كيميكال والمواضيع السياسيه، التدخلات السياسيه في القرارات الفنيه للاخوه في القطاع النفطي، وهذا مهم جدا. يعني الاخوان يتكلمون عن تحدي عالمي بالمنافسه. الاخوان شلون بيتحدون العالم اذا انتم مربطينهم هنا بالكويت؟ مع الاسف بدون دعم سياسي. الدعم السياسي يكمن في الوزير ويكمن في مؤسسات الدوله في الدعم اللوجستي. هذا دورك ابو عاصم، يعني دورك حتى المشاريع اللي قاعد يتبنونها بالجهات الاخرى قاعد تعرقل. شلون انت بدون الدعم السياسي بالدوله مصدر وحيد للكويت، وانت قاعد تعرقله وتقول له روح نافسني مستوى عالمي، لا على مستوى المشاريع، لا على مستوى الدعم اللوجستي، لا على مستوى القرار السياسي، ولا على مستوى حتى البنيه التحتيه. لذلك احنا امام مشكله معضله كبيره جدا. هذا قرار انا اعتقد يعني اكبر من قرار وزير، هناك مجلس اعلى البترول يجتمع، هناك يعني توجيهات بالسمو. لذلك اخواني، واكبر قضيه اللي قاعد نواجهها الان وهو المنطقه المشتركه. احنا المنطقه عندنا مشكله مع السعوديه، الاخوان يتكلمون جانب فني، هذا مو جانب فني، جانب سياسي. يجب على الحكومه ممثله في صاحب السمو ان يتخذ القرار. اليوم هل يعقل احنا في مجلس الامه وهو ممثل صوت الشعب، مع الاسف ما نعلم هذه الحقائق ومغيبين عن الدخل الاساسي لاهل الكويت جميعا. لذلك صراحه المصارحه ما يصير عيالنا قاعدين صار لهم فوق 3 أشهر وانتاج من 250,000 الى 300,000 برميل موقوف، ولحد الان ننتظر الاخوه في السعوديه شنو رايهم، قاعد نحايلهم على اساس مشاركتهم بالانتاج. هناك كذلك حقولنا في الوفره موجوده، وانا اعتقد ما مثل ما هم مشاركين في حقولنا داخل الكويت، احنا مشاركين في حقولهم بالسعوديه. انا برايي اذا ما بدلشوا الانتاج علينا احنا بالوفره نوقفها، ما يصير يشاركونا فيما هو موجود وما نشاركهم ووقفوا انتاجهم من الجانب الاخر، واحنا في احلك الظروف. اليوم انتاجنا نتكلم فوق 300,000 برميل، تعادل من 8 الى 10% من مستوى انتاجنا. لا نجامل على حسابنا،
اليوم احنا نتكلم عن 50% انخفاض ايراداتنا وكذلك 10% انخفاض الانتاج نتيجة هذه المشكلة. الأخ الرئيس احنا لحظة جمال، دي لحظة. تفضل أخ جمال. كان أحمد لاري، تفضل. شكرا الأخ الرئيس. لذلك هذا الكلام طبعا موصول وجهود الأخ وزير النفط. أنا أعتقد هذه القضية وإن كانت موجودة على مستوى صاحب السمو يجب أن يجتمع مجلس الأعلى للبترول. هذا الجانب. كذلك دور أنا أعتقد الجهات الأخرى خل تعي أن إحنا اليوم الإخوان متنبئين ومتفائلين بمستوى الأسعار، إن شاء الله يوصل مثل ما تفضل أن يزيد إيراداتنا. إحنا بجهود صراحة صاحب السمو الله يرحمه جابر الأحمد اللي وفرنا هذه الفوائض، 25% فوائض الإنتاج اللي موجودة حاليا في الصناديق، يعني حتى في الصناديق الاستثمارية اللي اليوم احنا صناديقنا السيادية اللي يعني حاطين الأمل في هذه العجوزات ما هي إلا نتيجة فوائض إيرادات. احنا بحاجة فعلا وقفة مع أنفسنا. إذا احنا ما نقدر نغير في واقع الأسعار العالمية، لكن احنا نقدر نغير في واقع طريقة استثماراتنا. الإخوان تفضلوا، فعلا الإخوان ما ممكن يسوقون مهما تكون أنت ممتاز، ما تكون عندك نوعية جيدة من المنتج تنافسية بأسعار، شلون بتنافس العالم؟ يبقى إذا مشاريعك موجودة معطلة للأسف نتيجة قرارات وضغوط سياسية، شلون بتنافس الشركات العالمية والمصافي قاعد تسبقك؟ شوف منتجاتك البتروكيماوية. لذلك يا إخوان احنا ممكن نتدخل سياسيا بكل قضية إلا مصدرك الوحيد من جانب فني. أنتوا اليوم بحاجة، إحنا دورنا اليوم كما كان في السابق هم دعم عيالنا سواء بمشاريعهم بسرعة إنجازهم بالدعم اللوجستي، لأن هم أمام منافسة شرسة على مستوى العالم. إذا هم ما هم يكونون بمستوى محلي شلون بيروحون ينافسون الدول الأخرى؟ لذلك أتمنى أن نصل مرحلة التكرير أن نبيع نفطنا. يجب أنا أعتقد أن إحنا نسبة إنتاجنا يعني مصافي، وإن شاء الله هذه المصافي القادمة والمشاريع إحنا ما نحتاج حتى لو 50% 60% من إنتاجنا يكرر ويباع منتج ينافس في السوق لي يعني مستقبل. لأنك مثل ما تفضلت هذه المشكلة ما هي وليدة اليوم، يعني إحنا ما تعلمنا من مشاكلنا السابقة. وأتمنى أن هذه القضية تأخذ بعين الاعتبار وأن يأخذ مسار آخر واستراتيجية أخرى بخلق قنوات بمنتجات جديدة على مستوى تنافسي عالمي اللي من خلالها نخرج من المنافسة على مستوى الخامات، لأن احنا مع الأسف بعض الخامات حتى النفط الثقيل ما ممكن تلاقي من السهولة ان احنا يتوفر لنا الأسواق السهلة. اليوم العراق منافسين جيراننا قاعد يزيدون انتاجهم باتفاقيات مع شركات أمريكية، واليوم المستفيد من هذا الوضع أمريكا وأوروبا. احنا قاعد ندفع فاتوره كبيره جدا ما نعرف متى تنتهي، لان القرار حتى مو حق الكويت. القرار موجود صراحه على مستوى الاوبك، الاخوان في السعوديه ما ندري، احنا ماشيين وراهم. لكن لو كان عندنا احنا مصافي كان حتى نوقع هذه المشكله ما راح تكون حتى لو 50% تقل. اليوم احنا رهينه سياسات اقتصاديه وسياسات وصراعات سياسيه في مناطق ما نعلم شنو مستقبلها، وهذا يقول رب ضارة النافعة. أنا ما أتوقع إحنا راح نتضرر، وهذه رسالة لأهل الكويت. تنموياً إحنا ممكن ما نتضرر، لأن والله الحمد إحنا عندنا عوائد، وإن كان حتى تصريح الأخ وزير المالية بس يعني أنا أعتقد المشكلة تكمن اليوم بمشكلة الإدارة. والله الحمد إحنا عندنا إنتاج يكفي وعندنا إيرادات من دخل الاستثمار تكفي، لكن هل احنا عندنا الإدارة الحكيمة اللي تعرف توازن في ظل هذه الظروف؟ وهذه الظروف ما هي مخيفة، هي مؤشر من الممكن أن تكون في ظروف أسوأ في المستقبل. لذلك الأخ الرئيس أتمنى كذلك دعم هؤلاء بالمشاريع الداخلية، وهنا رسالة للأخ رئيس المؤسسة عيال الكويت في التدريب والتأهيل. يبقى مثل ما احنا قاعد ندعم نتمنى مراكز تدريب هالمشاريع على الأقل عيالنا أن يلقون فرصة للعمل، لأن اليوم إذا تطلب طلب واحد يتقدمون 300 400 واحد، أعطوهم فرصة.
لا تستعينون في المقاول الباطن، عطوا فرصة لعيال الكويت، دربوهم أهلهم، لأن في النهاية اللي الدرب إذا ما هو كويت اليوم باكر راح يجي له راتب ضعف، لأن هذه النوعية من العمالة المدربة بالخبرة راح تروح مكان ثاني، إلا الكويتي راح يقعد عندك. لذلك أنت بحاجة إلى تدريب وتأهيل العنصر الوطني. وشكرا الأخر. شكرا زميل جمال، تفضل.